Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. للي ما بيعرفني أو أول مرة بيحضر my video, once again أنا اسمي هلا حج سليمان. صلي 4 سنين بعلم مدرسة education. صلي فترة عايشة بإسطنبول ومعلمة international school, وبلشت اليوتيوب channel تبعيتي من تقريبا 3 شهور حتى أقدر ساعد قد ما في teachers أو عالم بال education field. Hi. إذا لاحظت بالأول كنت كتير عم أعطي أونلاين تولز tips and tricks كيف نستعمل أونلاين تولز, بعدين شوي I shifted على محل تاني يلي هو tips on how to teach و different useful strategies وهيك بيساعدوا للتيتشرز. لكن اليوم رح أرجع شوي لورا وعبالي أحكي عن شيء عن جد صار لي فترة كتير بقول بدي أقول عنه, لأنه أنا كتيتشر استفدت منه وكتير كتير حبيته. It's a feature بي تيمز, so لكل اللي بيستعملوا تيمز, إذا أنتوا بتستعملوا تيمز عن جد هذا الفيتشر كتير حلو, فما قدرت ما أعمل فيديو عنه. يعني قلت إنه I really need to share عن جد شو فينا كيف فينا نستخدمه بعدة طرق وقد في يفيدنا, يلي هو الـ breakout rooms. من فترة نزل هذا الفيتشر بي تيمز وصار في breakout rooms, أكيد كل شايفة يعني نحنا فينا نفصل التلاميذ برومز, وبصير فينا أنا فوت لعند كل روم وتسبند تايم معهم شوي وارجع اطلع فوت على روم تاني. فهيدا الفيتشر عن جد كان يعني اجا بوقته, لأنه مثل ما نحنا بنحكي إنه في كتير differentiation, لما بدي أنا أعطي تاسك ما عملنا differentiation لكذا جروب كتير صعبة إنك يعني تقدر توصلي هالفكرة, أو كتير صعب لأنك to monitor كل هالشي عم بيصير بروم واحدة. شو بيكون عنا let's say نحنا 15 تلميذ وأنا عاملتلن مقسمتن حسب their levels, وعنده طلع مثلا 3 groups وكل group عنده شي يعمله. سو كتير أريح لي إنه أقسمهم بغير rooms مختلفين, وهلأ رح فرجيكم كل شي عم بحكي عنه. كتير أسهل لي إنه أقسمهم على إنه يكونوا كلهم بروم واحدة اللي هي الميجر سكرين على تيمز, وكنا عم نقول لكل جروب شو لازم يعملوا. بعرف انه بكتير مدارس في اكثر من 15 تلميذ, وهو يمكن في امرار 30 و 40 تلميذ كلهم على تيمز او على زوم بميتنج واحد, فهذا الشيء كتير صعب على معلم او الاستاذ. سو مشان هيك بريك اوت رومز اجا وحللنا هالمشكله وعن جد يعني اجا بوقتي. اوكي, سو هلا رح فرجيكم كيف نستعمل بريك اوت رومز, ورح فرجيكم اول شيء وين الفيتشر. ايه انا بعدني عندي كريسمس هون حاليا, مش مغيره ماي بيت موجي من وقتها. سو ليالي ما بيعرف وين البريك اوت روم فيتشر ايتم تبعيتها, هيدي هي البريك اوت روم. سو انا بس اكبس عليها بيسالوني هاو دو يو ونت تو اساين بيبل تو روم. سو اتس ايذر بتصير اوتوماتيكلي, يعني هن بحطوا راندملي للعالم بقلب الرومز او للتلاميذ, او مانيولي يعني انا بنقي الجروب او انا بنقي مين التلاميذ اللي بدهم يكونوا مع مين. واكيد موست اوف ذا تايمز هذا الشيء بيصير الا اذا استعملنا جروب ميكر على كلاس روم سكرين, بس انه ما بحب يكونوا اوتوماتيكلي. امرار يمكن حسب نوع الاكتيفيتي صراحه, امرار يمكن عملتها مره او اثنين لانه كان نوع الاكتيفيتي هيك just breaking the ice وفان اكتيفيتي, سو ما كثير فرقت معي مين مع مين. بس usually I make sure انه يكون في عندي يا groups of same levels مع بعض, او يكون عندي different levels حتى يقدروا كمان to support each other. سو هذا الشيء موضوع بيرجع للمعلمة. سو انا رحت manually create rooms. اوكي, سو هلا للاسف انا ما عندي participants هون, بس usually بيكونوا تلاميذ اساميهم محطوطين بقلب هاي, وانا بكبس على assign participants وبقدر سوري بس عن جد ما بعرف شو عم تحس لبسينة قاعدة هون عم تعمل قصص بتخوف. المهم سو بكبس على assign participants وبحطهم بالrooms, والحلو فيها انه فينا نسمي الروم. سو تفوت بسلب الموضوع ما احكي كثير, شو هذا الثلاث طرق اللي فينا نستعمل فيها البريك اوت rooms. اول طريقة وكثير بحبها اللي هي الريدنج.
نحن عنا leveled readers, so عنا different levels of in reading. فمشكلة التلاميذ بيقروا مثل ما حكيت مرة وقلت إنه مشكلة التلاميذ بيقروا نفس القصة ونفس الارتيكل ونفس في different levels. So أنا حتى groups are different levels وملونتهم. So عندي orange group, blue group, هيك قصص. So بغير مثلا اسم الروم ل ما بعرف إذا هون بقدر. Okay, I can show you. مثلا هون بحط orange. Rename room, for example. وبرجع بعمل add room. عندي مثلا color تاني اللي هو blue. Okay, وبرجع بعمل add room again وبسمي الروم مثلا yellow. Okay, وبعمل assign للتلاميذ based on their levels. إذا عندنا reading for 20 minutes أو أكثر أو أقل بقسمهم بالrooms وكل level بيكونوا عم يقروا شيء. Sometimes أنا بعطيهم إنه الخيار إنه هن يفوتوا على Epic أو ALP حسب الأب اللي أنتم بتستعملوه ويقروا الكتاب اللي هن بالدنيا. Sometimes أنا بكون عملت له assign بكون عاملة assign ل certain books مثلا related to our unit وكمان لللevel تبعيتهم سو بيفوتوا بيقروهم. وكل حدا من بعضها بيجاوب على أسئلة وبنعمل reading response أو بنحكي لبعض بنشارك شو قرينا هيك. سو هيدي أول طريقة فينا نستعمل فيها ال breakout rooms إذا كنتوا عم تعملوا reading. طريقة تانية اللي بحب استعمل فيها breakout rooms هو لما بيكون عم يشتغلوا in groups. سو أمرار مثلا بالmath كمان بكون أنا عندي different levels. هلا أنا عندي different levels أصلا already لأنه بعلم 3 different grade levels at the same time. So عندي people who are in grade 3, 4, and 5. So بعمل الأمرار بنكون عم ندرس كلنا عن multiplication بس في عالم بغير level. So اللي بعمله هو إنه بقسمهم ب different rooms وكل حدا بروم بيكون عنده problem word problems يشتغل عليهم على level تبعيتهم. So ممكن يكون عندي مثلا عندي one of the students ثاقبت انه اجى على المدرسة وعلى السف عندي وما بيعرف يحكي انجلش سو امرار بيكون الورد بروبلمز تبعه كتير سمبل تيقدر هو يمكن نفس الليفل بالمات بس الورد بروبلمز بيكونوا كتير مبسطين وبضطر انا كمان اترجمهم للعربي تيقدر يشتغل عليهم. سو اللي بعمله انه بحطهم بديفرنت جروبس بنفس الطريقة اللي فرجيتكم اياها وبيقدروا يشتغلوا على الورد بروبلمز تبعهم. وانا شو بصير بعمل بصير نط من روم لروم يعني بروح على هيدا الروم شو عم يعملوا بيخذ عم بعطيهم فيدباك شو عم يشتغلوا بشرح لهم شيء اذا عملوا سؤال برجع بفل بفوت على الروم الثاني. سو مثل كانه نحن بالصف وانا التيتشر عم تبرم حوالينا التلاميذ عم تقعد مع كل جروب 5 to 10 minutes لتقدر تشوف كيفيات انه تعطيهم سبورت اللازم. ثالث طريقه بستعمل فيها البريكاوت رومز يلي هي للبروفوكيشنز وعن جد هيدي يعني لكل حدا بيعلم بي واي بي او بي اي بي سكول كتير بحس بيستفيد منها ومش بس اللي بيعلموا بالاي بي اكيد التيتشرز اللي عم جربوا يكونوا انكوري بيز بروجكت بيز اكيد رح يستفيدوا كمان منها. هي للبروفوكيشن لما بنعمل ستيشنز. So, بس يكون عنا stations كمان فينا نسمي room رح فرجيكم يعني شو قصدي هون رح فرجيكم هون شو بعمل مثلا بدل ما سميها room 1 بعمل station 1. So مثل ما بتعرفوا او ليالي ما بيعرف رح ارجع اشرح انه نحن كتير حلو يكون عنا different stations كمان اول شي بنكون عم نعمل السيشن اكتر لديفرنت ليفلز وكمان differentiation وبنكون عم نشرح الشغلة بعدة طرق يمكن ستيشن فيها فيديو يمكن ستيشن فيها اكسبيرمنت ستيشن ثانية تأتي فيها مثلا شي نقرأ سو كتير حلو نعمل ستيشنز لأنه فينا نشوف الموضوع والكونسبت اللي احنا عم نشغل عليه بعدة طرق. سو فينا نسمي حط let's say 3 stations أو خلينا نقول 2 طبعا نحكي كتير two stations. So كل الصف رح يشوف station 1 وكل الصف رح يشوف station 2 بس بقسمهم in groups. هون مثلا for example أمرار بعملها automatically. So بقسمهم randomly into groups وبحطهم ناس بالstation 1 وناس بالstation 2 وبرجع شو بعمل بعطيهم let's say 15 دقيقة وبكون أنا أكيد عم فوت وأطلع وشوف إذا هن شو عم يشتغلوا شو عم يعملوا وبرجع بس تخلص 15 دقيقة
بشيلهم من الرومز I close the rooms وبرجع بقلبهم. So اللي كان بستيشن 2 بصير بستيشن 1 واللي كان بستيشن 1 بصير بستيشن 2. So بهالستيشنز شو بيكونوا عم يعملوا؟ Let's say نحن هلا مثلا عم نتعلم عن التكنولوجي. So اللي بعملوا مثلا حاعطيكم example نحن عملناه كانوا عم يحضروا فيديو عن كيف التكنولوجي تطورت. كنا عم نشوف شيء عن التايم تايمر كيف تطورت throughout the years لحتى لنقدر نفهم أكثر عن الـ evolution of technology. So اللي عملته أنا عملت two stations. Station one حضرت فيديو وعندها كان thinking routine اللي هي question starts تعمله. Station two كمان حضرت فيديو كان عندها thinking routine تانية تعملها يلي هي الـ compass point. So كل station عملت شيء. هلا هالمرة ثقبت انه ما خليتهم يرجعوا كل حدا يعمل لانه كانوا عم يحضروا زيت الفيديو. So انتو فيكم تلعبوا بالاكتيفيتي مثل ما انتو بدكن وحسب اكيد الستودنتس نيدز. ويمكن مثلا هذا الجروب ما بدكن اياه يقرا بدكن اياه بس يسمع لانه هن اكثر بيركزوا على السمع. So it depends على كل استاذ شو بده. فكتير كتير كتير بحس قصة البريك اوت رومز عملية ومشان هيك اصريت انه اعمل هذا الفيديو حتى لو ما حتكون يمكن tips on teaching بس انا مأكدة انه اللي عم يستعمل بريك اوت رومز ممكن يستفيد على القليلة منه. So اذا حسيتوا انه استفدتوا من هالفيديو do not forget to subscribe تضغطوا او تشتركوا بالقناة بعد ما نتجاوب هالكلمات تضغطوا على اللايك بوتن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا شير مع العالم اللي بتحسوا ممكن يستفيدوا منه. بعرف خبصت يمكن وعشرة بس انا فهمتوا قصدي وبس هيك. Thanks.